شكلت إشكالية الهجرة والبطالة وإيجاد فرص التشغيل للشباب العربي لا سيما بالمملكة المغربية محور مباحثات أجراها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري. نتكلم عن الهجرة وبانطلاق الندوة اليوم العربية بمشاركة وطننا من ممثلين أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي عن الهجرة والتنمية، وتبادلنا كيفية إيجاد الحلول للبطالة وكيفية إيجاد الفرص للتشغيل لشبابنا العربي على مستوى الوطن العربي وخصوصا في المملكة المغربية. واستفدنا اليوم من لقائنا برئيس الحكومة أنه يمتلك من الخبرة الأشياء الكثيرة من صميم عملنا من قضية التشغيل، وهذا هاجس من الهواجس الذي يفكر كيفية إنجازها، إيجاز الحلول للتشغيل وكيفية الاستفادة من الهجرة الموجودة اليوم على مستوى البلدان وكيفية إدخالها وإشراكها في التنمية للبلدان. ويأتي هذا اللقاء على هامش ندوة تنظمها منظمة العمل العربية بتعاون مع وزارة الشغل والإدماج المهني بين 6 و 8 دجنبر الجاري حول موضوع الهجرة والتنمية، وتروم مناقشة قضايا الهجرة وآليات الاستفادة منها في مجال تنمية وتطوير البلدان العربية.